والآن موعد استعراض أحوال الطقس والأخبار الجوية مرة ثالثة. فاطمة خليل، إليك فاطمة. شكرا هبة، شكرا محمد، وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدينا وجولة جوية جديدة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الأحد طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائماً من القاهرة العظمى 32، الصغرى 23، الإسكندرية 30-23، مطروح 28-21، بورسعيد 30-23، إسماعيلية 33-23، وجوها حار. بالنسبة للسويس 32-24، العريش 30-22، طابة 32-23، شرم الشيخ 34-26، الغردقة 34-25، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 38-25، أسوان 38-25، الوادي الجديد 38-22، شلاتين 36-27، حلايب 34-26، وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.